مرحبا، كيفكن؟ اللي بيتابعني كتير منيح بيعرف انه كل فترة والتانية بعمل فيديو مخصص للشعر الدهني، لانه انا احد الضحايا اللي عندهم شعر دهني، يعني شعري بعد 48 ساعة يصير كوارث بسبب خبرتي عبر السنين والعصور والقرون والمعلومات الجياشة اللي عندي اياها. علم كيف حافظ على شعري واعمل كنترول على نسبة الزيوت المفرطة الموجودة بفروة رأسي. من فترة الجمعة تقريبا كنت قاعدة عم بعمل ريسيرش اونلاين على شو الشامبو لازم استخدمه لحافظ على نسبة الزيوت under control بشعري، واكتشفت انه هذا الشامبو اللي اسمه من سابال for greasy hair من دوكري، هذا رح فرجيكم عليه. طلبته من ويب سايت صحتيcare.com. الشامبو بيقول انه بيحافظ على نسبة الزيوت اللي بتفرزها فروة الرأس، بنستخدمه بس مرتين بالاسبوع، يعني اذا انتم بتغسلوا شعركم كل يوم ما بتستخدموه كل مرة، انما بتستخدموه مرتين بالاسبوع ومرة واحدة. فبلشت استخدمه، يعني انا تقريبا بغسل شعري 4-5 مرات بالاسبوع، صرت استخدمه مثلا مرة ايه مرتين لا، او مرة ايه مرة لا، وبستخدم فيه زوم واحد بحطه على فروة الرأس وبعمل مساج وبتركه دقيقتين ثلاثة. بلشت لاحظ انه لما كل ما بدي غسل شعري عم غسل شعري، لانه انا تعودت غسل شعري مثلا يوم اي يوم لا او كل يوم حسب شو عندي، انما شعري ما عاد يزيت مثل قبل. انما اذا لاحظتوا الشغلة، كنتوا بتعرفوا صار لي شيء تقريبا سنة قصيت شعري بعد ما كان طويل كتير، رجعت هلأ لشعري الطويل، ومثل ما بتعرفوا الشعر الطويل بيبين عليه التقصف أو النشفان بشكل عالي كتير. والعالم المثلي اللي بيكون شعره مثلا من نصه أو طرافه ناشف وأرضية راسهم بتزيت بيعانوا كتير، لأنه كل شيء بنحط سيرومز على شعرنا بيخلوا شعرنا يلبس براسنا ويزيت. فمشانك اكتشفت إنه في كريم غير دهني، يعني ما نو جريسي، يعني لما بحطه على شعري ما بحسه لباس او لزق، حتى انه لما بكون عم حطه بايدي برجع بشيل ايدي ما بحس انه في شيء زيت. وهو كمان من نفس البراند من دوكري، هذا هو واسمه نوتري سيرات، ومكتوب عليه حتى انه اتس نون جريسي، يعني ما بيزيت. ولما جربته اكتشفت هذا الشيء، باخذ منه دائما مثل نقطه هالقد وبحطه هيك وبحطه على اطراف شعري بهالطريقه، ما بده غسيل، يعني هذا بستخدمه بعد الحمام، حتى بستخدمه بين الغسلات لما بحس انه شعري بحاجه للترطيب او اعطيه لمعيه بحطه هيك. اذا حبيتوا هدول تو برودكتس وحابين تحصلوا عليهم، انا صراحه شخصيا بنصحكم انكم تستخدموه، لانه انا بستخدمهم شخصيا. فيكم تفوتوا على السايت تبع www.sahatycare.com وتفوتوا وتشوفوا البرودكتس، انا ححط لكم اللينكس تحت لتفوتوا تشوفون. وكمان بدي اقول لكم فيكم تحصلوا على خصم بنسبه 10% اذا بتحطوا كود ماريلين 10 بالبرومو كود بار، بتحصلوا على الخصم هذا. اذا عندكم اي اسئله فيكم تحطوها تحت. انا ماريلين، بحبكم كثير.